سمى علماء الحديث من يسند شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يتحرى ما صحته بحاطب الليل، لا أن من يجمع الحطب بالليل في الظلام ربما ملأ جرابه بعقرب أو ثعبان أو بنجاسة وهو لا يشعر فيضر أكثر مما ينفع. يقال للمخلط في كلامه وأمره حاطب ليل مثلا، لأنه لا يتفقد كلامه كحاطب الليل، لا يبصر ما يجمع في حبله من رديء وجيد. هذا ما قاله الخليل. وعن عمرو بن العلاء قال: كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يغص عليهما شيء يأخذان عن كل أحد.